Cikgu Zari. Cikgu Zari. Oh, cikgu duduk dengan cikgu eh. Mana nak dapat tu? Mana nak dapat tu? Mari ke jenderal. Cikgu Zahari hilangkan diri. يا
يا ربي صل علي وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم هدى يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالصفا والوفا تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسل وسهل ما قد تحوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم من الخير كل مخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأهل ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وأهل ومن للحبيب يخشى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بهبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وما محمد إلا رسول قد خلص من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم يا أيها النبي
إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا ليعم الهدى. سبق الأوالم في الأجر بأسرحا فالكل منه في الحقيقة مبتدا أني لذلك نور من ساد الورى وثقت أناسله الشريفة محتدا المصطفى خير الخلائق من سما وعلى على فلك سيادة استودا صلى علي مسلما مولاه ما علل وصد ما نجم بدا هو رحمة للعالمين ونعمة فدت على كل المرية بالندى هذا وأرجو الله من إضاله أولا على نزل موضه أحمدا فايت أشر أروى عند سماعه وتقلت أسماء دورا مبدا يا ربي أعطب الصادق ضياءه وأعلم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأعلم عليه سلام ذاتك سرمدا إلم لأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجناب مفردا إذ قال جل لقبضة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمدا وهو الحبيب المجتبى قدما كما ورساه هذا بالدليل وأسندا وعليه في الأزال النبوة أفرغت ولنا به المولى المعظم أسعدا بوجه آدم راح هذا النور إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا ولسائر الأصلاب منه نقل حتى استقرب بوالديه وأبدا وهم الإله من السفاه أصوله وعلوا به شرفا أسيلا أمجدا ولوالديه الرب قد أهيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا قد آمنا به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا فهما يقينا الناجيان ومن يقول بخلافنا ضل السبيل وأبعدا وكذلك جميع أسره مأواهم دار النعيم كما أواه من اهتدى يا رب أعطه الصلاة ضريحه وأعلم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فهو النبي محمد ف...
فهو النبي محمد بن ذبيحه من كان عبد الله كهفا سيدا وبعبد مطل وبعبد مطلب أبوه لقد دعي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى أعني بن عبد منافهم من يمتمي لقصين بن كلابهم مجل الصدى وهو بن مرة نجل كعبهم بهم الذي ليؤيهم نسب بن غالب العدا ذاك بن فهر من أبوه مالك قد كان حسنا للأنام ومعضدا السيد بن نضر مفرد عصره من بالنضارة والجمال تفردا هذا هو بن كنانة بن خزيمة من بالفخار سما وفاق الفرقدا وهو بن مدركة بن إلياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا يعزى إلى مضر هو بن نزارهم أعني به بن معدهم من أرشدا هو بن عدنان الإمام المنتقى من للذبيح له انتساب أكدا هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يخذ من بعد خالف واعتدى وإليه قد كان المشفع ينتهي ويكذب النساب مهما عددا وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وحدا أكرم به نسبا بإقد نظامه وحلى مفاخره الوجود تقلدا يا رب عاقب الصلاة ضريحه وأدم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حملت بجوهره الشريف وما فشت ثقلا وذوهنا بها طول المدى وهو الف الرحمن قد حتى قدرها ولسائر الاموال قد صنع بها فتقول يا بشراك قد منك الكلمة وحملت خير المرسلين للامر جدا وبليلة الهرج المعزز فتحت جنات الفردوس وطربت مولدا فالملك والملكوت فيها عثرا والانثى وابقى والسرور تجددا وبعامها قد عما هسب في الورى من بعد جنب للبريه اجهدا وتباشر بالشرف والغرب له شوف الصفا طير المسرة غردا وهي شرك أصبحت أصنامها منفوسة وهو المهال وبعافت فتح قد تقضوا ذا العابير كم من فتوها تنبيلا تؤهدا وجميع أهبار نورت أخباره فلها بها وجه الزمان وتبردا فتح
كلها نذر بدر السعدي شوف في أولادنا الحبيب فنفعل في عامه كل النساء كرامة المصطفى ويذكوره الشدى ولكم به ظهرت عجائبها جمة أنها لقى ضاق النطاق تعددا يا رب أرتب الصلاة ضريحه وأدم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه من حمله لما مضى شهران قد وفى المنون عبى النبي جودا وبطيبة قد فن ذلك مسأتا أقوى له من أبي الشام مصيدا وقام فيها عندهم متوجها شرا سقيما صابرا متجلدا وضريبة أشرقت أنواره من ذرونا للمنى والمقصدا ولدى تمام الحمد إذ أشهر الحنى سلامة من أتانا مرشدا وتأرجت أرجل حاز القوم من نفحات وبدا الغبور مجدا وتنفست أنوار صبح طلوع حين حتى غلل الضلال مبددا والأمه فجاءت مريم وكذاك آسية التي منحدودا وآتى من الفردوس حور ماؤهما لتكون أنيسا لها وتوددا فهناك قد جاء المهد فأفردت شمس الهدى خير الأنام الأوحدا اللهم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله حيث أوتينا طائر
وجود المصطفى هادي محمد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد حسين، مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد حسين. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد حسين، مرحبا وبجاه يا إلهي، مرحبا دور وبلغ كل مقصد، مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد حسين. واهدنا نهج السبيل، مرحبا 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 جد حسين، مرحبا مرحبا الله على
وسلم وبارك عليه. كان الظاهر مصطفى خير الورى قلبا وخلقا مثله لن يوجدا مبيد لون قد تشرب حمرة من قامة مربوعة سقية ندى سهلا لخد كالسل حيث لحيته التي قد شرفت وعظيم رأس مجدا أقلى لإرنين أخر وواسئا رموح ودرا وحسنا أوحدا فكهيل ترج كان سيدنا كذا ذا جبهة فقد هلالا أرشدا وهوى حوالب زججت وتفلجت أسنانه محمر خد أوردا وإذا مشى متكف فأنفك أنما جهدت من سبب على مسترشدا من حسن طلعت وجه الشمس اقتست وبنور ضوء جبينه البدر ارتدى ويفور منه شذا يفوق بثيبه مسكا زكيا مستطابا أو جودا ويعظم الشرفاء والفضلاء فضلاء ولم يأكر فقيرا بل نداه تأودا ولأهله ذا خدمة متواضئا لله في دار الفناء زاهدا والثوب يرفع بل ويخشف نعله والعذر يقبله ويصفه عن هدا لله يرضى ثم يغضب إن فشت حرماته إذ في عواكبها الردى وتهابه كل الملوك جلالة ولمن يلاكي بالسلام قد ابتدى ويماده الأصحاب حق لذاته ولهم لنصح لا يزال مسددا كم من خسائص ليس يحصر جمعها بها كتاب الرسل أرحام مفردا يا رب أطل الصلاة ضريحه وألم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ولا أوائك إنا إسان فأجرنا فقفل أبي الجامين مني معودا فلما أعمل لك بني فاجس لنا فقم رسم من جديني كان مزودا ومن شهر الشحوات وفقف أدن في الحواه تقيدا ومن جراء يتب لنا وحينا وفي كل ما جنا وتعمدا ومن بآفة المرضانا وجدنا في هذه المكان معودا وبهنا الإيمان حن قلوبنا ولها بأنوار وإذا سواك فلا تكن واتنا قوتا مريثا من ذريه جيدا وحكما تعاوده ويراقب عجل من كرم شهرنا وكذا لدى المسلمين فازرحا جمعا وبالفضل قريب سامحنا وانشر الى سلطاننا بعنايه وانشر ابليس حنيفا ومحدا والدين وسادس وقوي يقينا قلما يقينا ما هم جرودا ونفوز من وراء وراء بشفاعة ونفوز في الجنة عن مقيدا ولك الأجل الفقير محمد المنشئ في دار كرامة خالدا ولنفوز فصلا من ديوان بتوبة وتقصرا عن سواك مجردا
ولوالديك ذريتهم وهم نحس بشر جميلة معبدة وشكوك أخو وعبة ولقارئ والنساء مجدا ولمدري حجر ولوسك السعي أخو وجنفي من قبول وحدا وعنا إتوعبتا وحبلنا وحبتاني فهذا قلت مائدا وصلاة مولانا وتسل على أساسة البنية فتحدا ولأن لما حب الصدا Mohon telefon. Ada hal. Sembelih kat belakang ni. Hari kambing tu. Masak apa tau? Masak kari ya? Ini macam ni. Bukan kari biasa ni. Kari ambil. Kari merah ni. Terus. Tangan tu lah. Yang tu tak payah pun. Imam tu kari apa tu? Kari ikan. Besok lah. Ini dia. 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 Ini dia.
Syahir ni saya? Saya ni di Kampung. Oh, dia nak pergi haji kan? Kalau bapak makan sini, kalau bapak.
yang diberi bapa dia akan datang. Kalau memadasah, saya ni Amin. Sama madasah. Dia pondok dah, muang. Saya buat, sebab saya buat madasah sekolah tu. Dia dah. Yang ketiga tu. Kaya ni. Alhamdulillah. Abang jari tu sebut lah, abang jari. Abang jari. Masuk pulak ya?
Solo kan? Duanya solo kan? Solo kan? Apa yang berat, menang. Menang. Tepat dia, kan? Tak cairul.
Azman. Azman keluar wat. Azman baru keluar wat. Sekarang banyak dah terjemah-terjemah kan? Kalau bagi kita nak. Kuya-kuya. Kita dah hafal nama terjemahnya semua. Tak cakap nak kuat hafal lagi. Buka sekolah dengan tuan kata senama tu. Tu pun tak hafal. Sambil-sambil jogging tu baca eh. Alhamdulillah. Ya, macam tu itu. Lepas ni kan kat tu. Tak biar kalau punya lafaz dan nak tim lentak tu dah jadi masuk lah dia ingat lentak tu pun ingat macam nak belajar apa yang Al-Baghdadi tu kan betul ni ketuk-ketuk kan Al-Baghdadi ni belajar Quran dia orang kata ni muda-muda dia buat apa dua-dua ni payah nak apa boleh kata orang lah boleh kata orang yang malas tapi tak betah ni Saya tak lama apa-apa, dia akan pergi. Sampai itu tak lama apa-apa. Sampai 80.
Patut ya lah, patut ya apa lah? Ya 67, ya 65. 65. Tadi kira. Tunggu dah berapa dah sarjan kan? Ha? Dia dah sarjan kan? Sarjan kan? Ha. Dia punya ulang sikit masuk ke bawah dalam dan ke belum belum dah tiba. Belum kan? Belum lah dulu lah. Dia belum kan? Dia fat pass lah. Fat pass? Ni? Ha. Buka kan? Buka ni bypass je, belum tu. Belum. Sarjan nanti kan? Bypass tu saya ada tanda kan? Dia masuk belum tu. Sarjan lah, tiga belum. Tengok dalam YouTube tu dia masuk belum tu. Dia buka belum tu, lepas dia ada macam sangka buka kan? Lepas tu tak belum dia tarik balik. Bukan tinggal, belum tarik. Tinggal besi lah tu, besi kit. Macam sangka. Buka kan? Ha, belum tu kembang kan? Belum tu kembang kan? Ha, kembang tu kuncup. Tarik balik. Dia keluar balik. Malaysia tak boleh ni kan? Kat Malaysia. Susah ni. Tak jadi ya. Yang lain kan? Kucing. Kucing. Siang kan? Siang dia lain. Sebelah Kelantan tu ada. Yang kami ya? Kelantan tu dia tak sebaik macam siang tu. Pokok dia. Pokok dia elok jadi. Tapi tak ada buah, tak mahu buah kan ya? Tak mahu buah. Tapi siang ni pertanian dia memang maju lah, teknik dia. Teknologi dia kat mana, tak lawan. Macam buah celagi. Dan celagi, buat asal Jawa kalau kita sini masam lah kan. Dia pun sana mana ni? Macam mana tu? Mangga pun ada. Mangga pun itu juga, tak ada mangga yang masam. Dia tak beri tu, beri tahu taktik rahsia dia tu. Masam. Eh, berah dia kan? Derian dia tak lawan kita punya. Derian dia tak lawan. Derian. Dia rasa dia mesti tawa sikit kan derian dia. Dia 24 Bangkok kan. Dia tak elok, elok dia. Elok derian dia sebab dibuang tu, elok. Lagi elok, derian dapat elok pada kita kan? Supaya kurang kan sikit harga durian ni. Mahal lah kan. Sebab itu musim panas. Bunga tu musim panas. Sebab itu durian kampung ni dekat 14 sampai 18. Per kilo? Haa. Isi nipi je. Berapa biji sangat je? Kilo berapa biji sangat? Kilo dalam bulat kulit. Kilo lagi, biji kilo lah. Kalau perok di mana ni dia banyak di ladang di tapok di yang pulang yang ke mana ni video kan. Assalamualaikum.